دنيا باطمة، العفو قريب وهذا موعده. كتعرفوا بأن هاد الخزعبيلات شكون كينشرهم؟ كينشرهم الكليبات نتاع بنت رقية. هما اللي كل مرة خارجين في الانستغرام، ها العفو ها ماشي العفو، هيخرج في العيد ادخل في العيد، تأقسم بالله ما خرج دنيا باطمة لا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير. والله العظيم غتكمل العقوبة ديالها السجنية كاملة إذا ما زادوليش ليها واحد دعوة أخرى. غتخرج نهار يناير 2025، وها كلامي وأتحداهم الواحد تلو الآخر. جالسين تما تيطنزو تينلصقو في الأكاذيب، لحق العفو لحق الطر لحق الظن، وتا شي حاجة ما كاينة غير كيفوجو على راسهم، ياكي لكن خرقوا. إذن إخواني أخواتي، أعتقد أنه لكي لا أطيل عليكم ولكن استمر معكم بعض الدقائق. قلنا لكم بأنه جالسين تما تنشروا، تما تنشروا الكذوب، كتلقى ابتسام معاهم ديك أختها وكترجع كتكتب هي كتنفي الخبر، لا ما لقينش هادشي وكذا وهنا وهيل هيه. هما دايرين داكشي غير بيناتهم، غير بيناتهم. ايوا الشول يعني هادو اللي تينشروا الاكاذيب، هادو اللي تينشروا المغالطات، هادو اللي تينشروا الحماق، هاد المرض نفسيا هاكا راه كضري حتى باطمة، كضري كضري الوالدة باطمة، كضري العائلة نتاعها، كضري كلشي. ممكن تسمع العفو، فين هو العفو؟ فين هو العفو؟ فين هو على بعض ما اعتذرت باش تاخذ العفو؟ بعض المرة قالت الملك البلاد انا غا مؤامرة، قلت له مؤامرة مؤامرة ومديرة والو، حيتاش غنيت في الصحراء، حيتاش لبست الملحفة. انه اخواتي الغباء، انه الغباء الغباء. لو كان رجلا لكان باطمة، ولكن الشخص اللي تيكون مغرور، الشخص اللي تيكون متكبر، الشخص اللي تيكون نرجسي كيتلذذ بالمأساة نتاع الآخرين، فما ماشي بعيد يدير هادشي. فالشكاية نتاع دلال تي في اللي بغات تصيفطها 15 سنة، حتى أقل حاجة تصيفطها 21 سنين ديال الحبس، وكو غادي يرى شي حاجة، وكو غير ضربتها الكرشة ما يبقاش الحال. نقول السيدة متعدية ومحاولة قتل و و و و باش تنوض تفتري على شخص، شخص ما كانش داك النهار، ما كانش دليل، ما كانش في مراكش داك النهار. ولي حسني الحظ كانت في المستشفى وكان عندها ما يثبت،